الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. In this chapter we are going to talk about fundamental legal principles، المبادئ الأساسية والقانونية للتأمين. The first principle is the principle of indemnity. The dictionary defines indemnity. Indemnity means as compensation, تعويض for loss. Another meaning of indemnity in payments for the damage. التعويض عن الأضرار are limited, تكون محدودة to the actual amount of loss, بقيمة الخسائر الحقيقية أو الخسائر الواقعة. So the principle of indemnity states that a person may not collect more than the actual amount of loss. أي أنه لا يحصل المستأمن على تعويضات أكثر من قيمة الخسائر الفعلية أو الخسائر المحققة. In the event of damage caused by an insured peril. في حالة حدوث أضرار في وجود خطر مؤمن ضده. Life insurance is not a contract of indemnity. تأمينات الحياة لا تخضع لهذا المبدأ، لأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن، وبالتالي يتم دفع مبلغ التأمين عند حدوث الحدث أو الحادث المؤمن ضده. And the amount insured becomes payable on happening of the insured contingency such as death or maturity. يعني يوجد دفع مبلغ التأمين في حالة الحياة أو في حالة الوفاة لتعدد الوثائق التي تغطي الديث أو الماتيوريتي والتي سوف نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. الجنرال انشورانس كونتراكتس ار كونتراكتس اوف انديميتي، ولكن التأمينات العامة التي تغطي الممتلكات والتي تسمى الجنرال انشورانس تخضع لمبدأ التعويض، أي أن المستأمن لا يحصل على أكثر من قيمة الخسائر المحققة. There is no profits from insurance as well. Under which only the actual financial loss suffered becomes payable. What is the object of indemnity? ما الهدف من مبدأ التعويض؟ The object of this principle is to place the insured after loss in the same financial position as far as possible. أي إن إحنا نرجع المستعمل لنفس المركز المالي الذي كان عليه قبل تحقق الخطر المؤمن ضده. The effect of the principle is to prevent the insured from making a profit. There is no profits from insurance out of head loss or gaining any benefits or advantage. Second object of the principle of indemnity is reducing moral hazards. أي تقليل الأخطار المتعمدة. لأنه لو ظن الإنسان أو ظن المستأمن أنه سوف يستفيد من التأمين فإنه قد يتعمد إحداث الخطأ. In property insurance في تأمينات الممتلكات أو اللي سميناها قبل كده الجنرال انشورانس. The basic method for indemnifying the insured. الطريقة الأساسية لتعويض الانشورد المستأمن. It based on actual cash value of damaged property at the time of loss. بتعتمد على قيمة البروبرتي أو الممتلك أثناء أو عند حدوث الخسائر. البرورات أفريج. ما يسمى بالبرورات أفريج أو أحيانا بيسمى شرط النسبية. According to this condition. If the sum insured. لو أن sum insured means مبلغ التأمين. By the policy is less than أقل من the value of property قيمة الشيء موضوع التأمين أو قيمة الممتلك at the time of loss the insured is considered to be his own insurer
for the difference and the insurer's liability is limited to such proportion of the loss as some insured. الكلام ده means أن إذا كان some insured مبلغ التأمين less أقل من الـ valuable property قيمة الشيء موضوع التأمين يكون الـ insured مؤمنا عند نفسه بالفرق بين القيمتين وبالتالي دائما يتحمل الـ insured حصة نسبية من الخسارة بمعنى إذا كانت الـ value بتاع الـ property $20,000 $20,000 sum insured مبلغ التأمين $15,000 يبقى إذا أنا مأمن على الشيء بنسبة 15 إلى 20 75% تقريبا سو لو كانت في خسارة 8000 for example يكون التعويض بنسبة sum insured للـ value بتاع الـ property اللي هي 20,000 وبالتالي إذا كانت الخسارة $8,000 يكون التعويض 6000 ولكن الـ another 2000 مين اللي هيتحملهم؟ يتحملهم الانشورد لانه تقريبا يكون كده مؤمن عند نفسه ب 25% من قيمة الشركة. الفاليود بوليس. الفاليود بوليس means الوثائق محددة القيمة. A valued policy may be defined as in which the sum insured is agreed between the insurer and the insured at the value of the property insured, which amount becomes payable in the event of total loss. الكلام ده means أنه أحياناً في بعض الحالات يكون هناك agreed between the insurer لشركة التأمين أو المؤمن والإنشورد اللي هو المؤمن. على تحديد قيمة مبلغ التأمين على الشيء وده بيستخدم في حالات خاصة زي مثلا اللوحات الفنية النادرة والسكلابشرز أو other works of arts are example of such property. ليه؟ لأن لو لوحة فنية نادرة مثلا يعني ما فيش فكرة البارشال لوس هنا ما بتكونش واردة وبالتالي دايما بتكون الخسارة كلية وبالتالي إذا حدث خسارة أو حدث خطر يتم دفع مبلغ التأمين بالكامل. الـ methods of indemnification ما هي طرق التعويض؟ There are four methods for providing indemnity to an insured. يوجد أربع طرق لتعويض المستأمن. الـ first method of cash payments يعني حدثت خسارة كذا فيتم دفعها من شركة التأمين عن طريق الكاش بيمنتس أو عن طريق الريبير يعني لو سيارة حدثت بها تلفيات مثلا يتم إصلاحها عن طريق الورش الخاصة بشركة التأمين أو ريبليسمنتس الإحلال إذا تلف ممتلك يتم إحلاله بشيء مماثل أو رينستيتمنتس أو إعادة الشيء إلى أصله ولكن الامبورتانت كوستشن هير in the right to select the method of indemnification. طريقة التعويض المحددة is reserved by the insurers. تكون حق أصيل لشركات التأمين وليس من حق الانشورد أن يختار طريقة معينة كان يطلب مثلا أو يطالب بالكاش بيمنتس. The insured can't demand replacement or reinstatement of the property. إذن the right to select the method of indemnification دي حق أصيل لشركات التأمين. The meaning of subrogation. Subrogation means مبدأ الحلول في الحقوق. ماذا يعني مصطلح subrogation؟ Subrogation may be defined as transfer rights of the insured to the insurer who has indemnified the insured in respect of loss after the insurer has indemnified the insured for the loss. الكلام ده means أنه أحيانا يتسبب في الضرر الحادث للمؤمن له أو المستأمن الانشور third party أو طرف ثالث وهنا يكون من حق الانشورد أن يحصل على الكومبنسيشن من أو الكليم من شركة التأمين ولكن الطرف الثالث
مش هنسيبه، يبقى المفروض هنا يتم دفع تعويض من خلال الشخص أو الثيرد بارتي المتسبب في الضرر. في هذه الحالة يتنازل المستأمن الأنشور عن his rights to the insurer، بيتنازل عنها لشركة التأمين، ويكون هنا لشركة التأمين حق أصيل في مقاضاة الثيرد بارتي أو الطرف الثالث عن هذه التعويضة. وإذا حصل شركة التأمين على تعويض من الثيرد بارتي المتسبب في الضرر، في هذه الحالة شركات التأمين تحصل على هذه الأموال، إلا في حالة التعويض الجزئي يتم رد الزيادة إلى المستأمن كما في المثال السابق. المستأمن تحمل 2000 دولار وشركة التأمين دفعت 6000 دولار، فإذا حكمت المحكمة وليكن ب8000 دولار لشركة التأمين، يتم رد ال 2000 دولار للانشورد أو المستأمن. The effect is the insured doesn't receive more than the actual amount of loss. يبقى الهدف من برضه من المبدا السبروجيشن هو كانه تدعيم لمبدا الاندمينيتي، اللي ما بيخليش الانشورد doesn't receive more than the actual amount of loss. الثيرد برينسيبال is the principle of contribution، مبدا المشاركه. What is the meaning of contribution? This principle of contribution enables a total claim. Claim means المطالبة أو الكومبنسيشن أو التعويض. To be shared، يتم تقسيمها in a fair way، بطريقة عادلة، between all insurers، بين كل المؤمنين. طيب الكيس دي بتحصل إمتى؟ بتحصل إذا أمن المستأمن على الشيء أو البروبيرتي موضوع التأمين عند أكثر من شركة التأمين أو عند أكثر من مؤمن. في هذه الحالة يتقاسم أو تتقاسم شركات التأمين في دفع قيمة التعويض للمستأمن لا أكثر من ذلك. The amount of total compensation، أي أن التعويض الكامل أو التعويض الإجمالي، or indemnity أو التعويض provided to the insured by all the insurers should not exceed the actual amount of loss. يعني في كل الحالات لن يحصل المستأمن على أكثر من قيمة ال actual amount of loss. ال contribution if the insured has one policy on the same subjects matter with more than one insurer، then each insurer will indemnify only a proportionate part of loss. يعني في هذه الحالة كل شركة تأمين إذا أمن المستأمن على نفس الشيء عند أكثر من شركة، كل شركة ستساهم بنسبة في التعويض بنسبة السام انشورد أو مبلغ التأمين عندها إلى إجمالي مبالغ التأمين عند كل الشركات. For example، a stevedoring company owns an ocean steamer valued at 32 مليون دولار. يبقى هنا الاوشن ستيمر قيمته 32 مليون دولار. The steamer has been insured with three different insurance companies. تم التأمين على الستيمر ده اللي قيمته 32 مليون دولار عند three different insurance companies، عند ثلاث شركات A, B and C. The amount underwritten by the insurer is 6 million. يبقى تم التأمين عند المؤمن A 6 million، مؤمن B 10 million، مؤمن C 16 million. يبقى 6 10 16 16 32. يبقى أنا تم التأمين على الأوشن ستيمر بكامل قيمته. Thus the total sum insured amounts to 32 million dollars. The steamer meets with an accident and the loss is valued at 4 million dollars. الستيمر ده حصل له accident حادث وكانت قيمة الخسائر 4 مليون دولار. فكيف يتم دفع قيمة هذه losses أو هذه الخسائر من خلال الثلاث مؤمنين؟ Hence the liability of each insurer is defined as follows. The amount of loss مضروبة multiplied by the amount underwritten by the insurer، مبلغ التأمين عند كل مؤمن أو شركة التأمين divided by the total sum insured.
مقسومة على إجمالي مبالغ التأمين عند كل الشركات. So the liability of the insurer A قيمة اللوسز 4 مليون دولار مضروبة في مبلغ التأمين كان عند الانشورر A 6 مليون divided by 32 مليون اللي هي إجمالي مبالغ التأمين عند الثلاث مؤمنين، وبالتالي يكون نصيب الانشورر A 750 ألف دولار. الليبراتي بتاع الانشورر B بتساوي قيمة اللوس إجمالي الخسائر مضروبة في مبلغ التأمين عند المؤمن B اللي هو كان 10 مليون مقسومة على إجمالي مبالغ التأمين عند كل الشركات 32 مليون دولار، وبالتالي يكون البروبورشن بتاع الانشورر B 1 مليون and 250,000 دولار. الليبراتي بتاع الانشورر C يبقى قيمة الخسائر 4 مليون مضروبة في مبلغ التأمين عنده أو حصته في مبلغ التأمين كان 16 مليون مقسوم على إجمالي مبالغ التأمين 32 مليون، وبالتالي يكون نصيب الإنشورر سي 2 مليون دولار. ممكن تلخيص الإكزامبل اللي فات في تيبل كالتالي. يبقى أنا عندي هنا السم إنشورد ويذ إنشورر أي 6 مليون، السم إنشورد ويذ إنشورر بي كان 10 مليون، السم إنشورد ويذ إنشورر سي كان 16 مليون، السمشن بتاعهم ب 32 مليون اللي هي نفسها بتساوي قيمة الاستيمر. يبقى هنا التأمين هنا بنسميه تأمين sufficient insurance أو تأمين كافي مؤمن على الشيء بكامل قيمته. ويتم حساب النسبة بتاع كل مؤمن عن طريق ضرب قيمة اللص 4 مليون في المبلغ التأمين عند كل مؤمن على إجمالي مبالغ التأمين. شكرا لكم وألقاكم إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.